السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن الاحوال. رجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو بنات عملت لكم جوله داخل محل بيع الاحذيه سواء للاعراس، مناسبه الاعياد، وخصوصا بنات بمناسبه عيد الفطر المبارك وبمناسبه الربيع. يعني حطوا جديد، جابوا جديد، سواء صابوا احذيه يعني سواء بالكعب ولا بدون كعب. المهم البنات جبت لكم جميع الانواع ولي موديل ولي موتيف على حسب الرغبات وعلى حسب السن والاعمار. مثل ما راكم تشوفوا هكذا شغل في البدايه درت لكم صور فقط، لكن راح تشوفوا معايا الجوله راح نبداها معكم ان شاء الله. فقط البنات يعجبكم الفيديو هذا، وقبل ما نبداو مع بعض يعني الفيديو تاع اليوم، تنساونيش بالاعجاب، الاشتراك، تفعيل الجرس على الكل كي يصلكم كل جديد ان شاء الله يا ربي، باش تشجعوني ونزيد نعاود نجيب لكم جديد ان شاء الله. علاش لا؟ مثل ما شفتوا السلعة تاع هذا العام يعني تاع ربيع، هو يقول لك ربيع اكيد وصيف 2023 ان شاء الله يا ربي. مثل ما راكم تشوفوا لي موديل متنوعه ولي كولار ثانية متنوعه، فيها الالوان الفاتحه بزاف طاغيه هذا العام. هم الدرجات هذوك الفاتحه خلاص البنات، انا عجبوني بصراحه هذو لي موديل، يعني روعه ما شاء الله. تقدروا تلبسوهم سواء في الاعراس ولا مناسبات ولا تخرجه. كاين نوعيه مريحه، كاين نوعيه يعني اللي يحب الكعب العالي، كاين الكعب العالي. المهم البنات مثل ما راكم تشوفوا ثاني هذا المحل البنات راه يقولوا له محل السوري هكذا، احنا عندنا في ولايه باتنا. ولا حابين يعني وين جاي اكزاكت خليوا لي من خلال التعليقات، راح نخبركم ان شاء الله بجميع التفاصيل ان شاء الله يا ربي. هذا هو بنات الفيديو امامكم ان شاء الله، حنبداه لكم من البدايه. نعم هنا نبدا لكم يعني سواء بلي بوشيت والأحذية. مهم حبيت أقول لكم فقط البنات راه الأحذية راه السعر تاعها مش غالي بزاف، يعني تلقاو 150 حتى 250 على حسب النوعية، يعني ما كانش هذاك الأحذية هذوك الغاليين خلاص خلاص راحت، يعني ما كانش حاجة أكثر من 250 بالتقريب هكذاك. مثل ما راكم تشوفوا البنات هذو هما لي موديل امامكم، هذو سواري تاع خارجه يعني صنداله. مثل ما راكم تشوفوا مام الكعب تاعها مش عالي بزاف، لاني انا واحده من الناس ما نحبذش بنات الحذاء العالي. شوفوا هذا الموديل روعه بنات ما شاء الله، يجي لجميع الاعمار ومناسب، والكعب تاعو مش عالي بزاف وفيه لي كولار كامل. هاوليكم هذه صنداله هذاك الموديل اللي خرج، شوفوا لي كولار البنات روعه، انت كاين في الاحمر الغوز الفير، يعني جميع لي كولار اللي تحبوهم. نقول لكم مهم الى وصلتوا لهنا ما تنساوش بالاعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد ان شاء الله يا ربي. Thank you.
Audio Jungle. Audio Jungle.